اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده معانا الكوسه. الكوسه دايما محددين اقامتها مع لحمه مفرومه محشيه او مع كوسه جراتان او كوسه بالبشاميل، فدايما اللحمه المفرومه بنت عم الكوسه. ولكن نعمل طاجن الكوسه باللحم الكندوز او الضاني، دي موضوع كبير جدا. هل اللحمه هتستوي قبل الكوسه ولا الكوسه تستوي قبل اللحمه؟ التفاصيل دي هنشوفها مع بعض ان شاء الله بالكوسه الجميله الطازه ولحم كندوز معانا. معانا كمان النهارده ريزوتو بتشكيله من الخضار. الطبق ده بيهديه لكبار السن والاطفال، قيمته الغذائيه عاليه جدا وخاصه للامهات والسيدات الحوامل، بما ان البسله غنيه بالبوتاسيوم والجزر فيتامين سي والكوسه مفيده بالالياف. فتعالوا نعمل طبق روزيتو قيمته الغذائيه عاليه جدا، مكوناته في متناول الجميع. العصير بتاع النهارده عصير يساعد على الهضم ودايما يتطلب وجوده على السفره، اللي هو الجرين سموزي او السموزي جرين. ليه سموه كده؟ لان كل حاجه فيه خضره، تفاح اخضر، نعناع اخضر، معانا عسل نحل، معانا التلج هينضرب في قلب الخلاط. بالتاكيد لو انت عندك شويه فستق حلبي تبقى كده انت احسن مني. مش عايز اطول على حضراتكم، خلونا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، ولكن بعد الفاصل معلومه غير معلومه، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، ودائما الصحافة تقول الصورة الحلوة تعني مليون كلمة. هي بتقول ألف كلمة، بس الشيف المغازي بيقول هي تعني مليون كلمة على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. يعني إيه يا مغازي؟ يعني الصورة الحلوة بمكوناتنا اللي احنا شفناها على الشاشة دلوقتي دي في متناول الجميع. قولوا لي بس ايه الغريب هنا؟ الكوسة بتنزلي تشتريها من عند الراجل بتاع الخضار، حتة اللحمة حسب عدد أفراد الأسرة من نص كيلو وأنت طالعة، وشويه البسله الحلوين والجزر وعل واسمه لسان العصفور عشان نعمله الريزوتو. فالنهارده كل الماتيريال بتاعي وكل يوم في متناول الجميع. تعالوا نبدا نعمل طاجن الكوسه باللحمه. مقاديره على الشاشه، معانا كوسه ومعانا لحمه ومعانا بصل ومعانا توم وطماطم، وتعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي مع شويه بهارات زي الفل. وايه البهارات اللي تخلي الكوسه مفيش مشاكل مع الناس اللي معاها مشكله مع الكولون؟ هنشوف مع بعض ازاي. المقادير في متناول الجميع. كوسه، لحمه كندوز او ضاني، اللي معايا دي لحمه كندوز، ومعانا بصل ومعانا توم، معانا من الكزبره الخضراء معلقتين، والبهارات الجميله اللطيفه وعصير طماطم. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. ودايما الشيف المغازي بيسالوني بتطلع معاك حلة مية بتغلي، دي علشان تنقذك. دي انت في المطبخ يا اما براد الشاي اللي على ايدك اليمين وانت داخله المطبخ، يا اما حلة على عين البوتاجاز فيها مية بتغلي، بتطلعي الطعم منها يا اما شوربة حسب الرغبة. تعالوا شوفوا نعمل ازاي مع بعض الطاجن. بنحط معلقتين من زيت الزيتون، معاهم معلقتين من الزبدة. حلو الكلام. علشان نبدأ نحمر بصلايا، لأن السر في البصلايا الحلوة اللي هتاخد الطعم مع اللحمة المتقطعة عندي أهو زي الفل. الله، هو ده نقلب التقليبة الحلوة دي كده، والبصلة بتتحمر، بننزل باللحم بتاعنا. اللحم ده ممكن يكون كندوز، ممكن يكون ضاني. زي الفل. لا، جملي مين يا طيب؟ الجملي ده ممكن نعملها كفتة اللحمة بالرز. حلو.
يعني ناخد اللحمه نفس اللحمه دي مع كوبايتين من الرز، فلفل حار، الخضره بتاعه المحشي، وبنعمل ايه يا عم الشيف؟ وبيتفرموا في المفرمه وتبقى كفته اللحمه الجمل. اما ان انا اعملها مع الكوسه مش مرغوب فيها. ناخد البصلايه الحلوه دي كده ندورها مع البصلايه مع اللحمه. الله، ايه الحلاوه دي يا عم؟ ايه الجمال ده؟ نعم، الفلفل الاحمر ده اختياري، هو بيدي فليفر حلو وطعم، وانا مخليه سليم علشان يبقى هادي شويه في السبايسي بتاعه. الله، خدت الصدمه الناريه لحته اللحمه الحلوه. بننزل عليها بالبهارات اللطيفه الجميله من الفلفل الاسود، ده اساسي، اللحم يحب الفلفل الاسود. انا مش هملحها دلوقتي خالص. تمليح اللحم او سلق اللحم بالملح ده بعد ما بتستوي شويه. ليه يا عم الشيف؟ علشان ما يعرقلش عمليه السوى. انت لو حطيتي ملح في البدايه اللحمه بتاخد منك وقت كبير في السوى. حطيت البهارات عشان تستطعمها كده. الله، اهي زي الفل. هقول لك بقى واعلمك حاجه حلوه للامانه، يعني عشان تدعي لي. حته اللحمه دي انا عايزاها تستوي، عشان انا ممكن اعمل يخنه البسله باللحمه دي، او يخنه البسله بالجزر باللحمه دي، يخنه الكوسه باللحمه دي، باميه طاجن باللحمه دي، بطاطس طاجن باللحمه دي، فعايزه تعملها بالطماطم. لو انت حطيتي طماطم دلوقتي يا اختي اللحمه دي هتاخد وقت كبير منك في السوى. فهم اعمل ايه يا عم الشيف؟ بحط اول حاجه ميه مغليه. يا ويلي، شفت الحلاوه؟ بس واسيبها تستوي على طول، بس انساها شويه بقى على ما نشوف ايه قصه الكوسه بتاعتنا دي. اللحمه هنا بيستوي، مش هحط طماطم خالص دلوقتي. تعالوا ناخد الكوسه بتاعتنا الحلوه، حابين نقطعها بقى مكعبات، نقطعها شرايح زي ما احنا عايزين، ولكن يفضل تقطيع الكوسة بشكل لطيف وجميل. وهقولك على سر برضو في تقطيع الكوسة. لو أنا مسكت الكوسة يا مخرجنا يا جميل وجيت أقطعها كده وأحطها كده، خد بالك يا عم زيزو، الكوسة دي هتتهري منك في قلب اللحمة، وإحنا حاطين لحمة كندوز، وتلاقي قلب الكوسة طلع في اليخن بتاعتك أو الطاجن، فهنا شكل طاجن الكوسة ملوش معالم. فاوعى تقطعي الكوسة في حالة لما تعملها طاجن بالشكل ده خالص، يعني ناخد اكس على التقطيعة دي. حلو الكلام؟ طب نقطعها ازاي يا عم الشيف التقطيعة دي؟ شفت بقى، هو ده الكلام. ليه يا عم الشيف؟ علشان شكل الكوسة يبقى حلو في قلب الطاجن. وتجيب الكوسة الحلوة الصغيرة اللطيفة دي، انا بحبها، سواء نعملها يخني سواء نعملها محشي. عرفنا بقى؟ اذا تقطيع الكوسه في فن كمان. طبعا في فن، في تركايه، في تركايه. طبعا انت هتكوني بقى عايزه تقطعي الكوسه بالشكل ده وتحطيها مع اللحمه تستوي غلوه، والتانيه تلاقي الكوسه دي اتهرت معاكي وبقت بوريه. بوريه منك يا كوسه. التقطيعه دي مطلوبه. الله، ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ طبعا لازم احافظ على شكل الكوسه ده يبقى لونها اخضر. في ايه اللي يخلي الكوسه لونها اخضر حتى لو عملناها طاجن، حتى لو عملناها محشي؟ البعض بيسالنا على السوشيال ميديا، يا شيف مغازي الكوسه بتسود مننا ليه مع ان لونها اخضر؟ سواء نعملها محشي سواء نعملها طاجن، حلو، ليه بتسود؟ ده سؤال وجيه جدا. حتى لو تعملها بالبشاميل هقول لك دلوقتي تحافظ على خضرها وجمالها ونضارتها ازاي. اللي متقطعه دي انا مش هحطها، مش عايزها، هشيلها خالص من هنا. حلو الكلام؟ طيب تمام، تعالوا نشوف اخبار اللحمه ايه اللي بيستوي على النار. هو ده الكلام. بص لي على اللحمه كده مخرجنا الجميل، يا رب تزور النبي. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ هو دي اللحمه. ننزل بقى كده الطماطم بقى بتاعتنا اهو، عصير طماطم. الله، ياخد غلوه. شفت بقى ازاي ظبطين الملح؟ حلو، معلقه سكر يا عم الشيف عشان الحموضه بتاعه الطماطم. جوزك عنده مشاكل مع القولون، مشاكل مع ارتجاع المريء، معلقه الملح بتعالج مشاكل الحموضه. بنحط معلقه فلفله حلوه زي دي كده. الله،
ظبطت الطعم كده اهو زي ما انا شغال. حلو قوي. نيجي على التركايه اللي بتقول ازاي نحافظ على خضار البروكلي، خضار الكوسه، خضار السبانخ، كل شيء اخضر ان احنا ممكن نسلوه، سواء بنسلوه مع طماطم، بنسلوه في ميه، ازاي نحافظ على لونه يبقى اخضر، تبقى الكوسه دي طالعه خضره من قلب صوص الطماطم، نعمل ايه؟ هو ده السؤال اللي المفروض نجاوب عليه. ابدا انزل بالملح. الملح اللي هو تمليح الاكله. حلو الكلام؟ ده مهم جدا على فكره. زي الفل. اوعى تحط الخضار من غير ملح. واتاكد ان الملح داب واصبح ان الشوربه دي فيها الملح بتاعها. وجود الملح هنا في حاله اضافه الكوسه يساعد على خضرها ونضارتها باللون الاخضر. الله اهي. زي الفل. هسيبها على النار تاخد غلوه. مش هحط الكوسه غير لما اشوفها قدام عينيا بتغلي. خلي بالك. الحاجات دي مطلوبه. صدقوني بجد اللي بتكلم فيه ده اهم من الاكله. انا لو حطيت الكوسه في ميه او في شوربه لسه ما غليتش، على ما تغلى الكوسه هتسود. حتى لو حاطه ملح. عشان كده بنصح اللي بيسلق خضار سوتيه، سواء كوسه، سواء جزر، سواء سبارخ، الحاجات اللي هي خضراء عموما يعني بسله، لازم تكون الميه بتغلي او الشوربه بتغلي وفيها الملح. حاجتين مهمين جدا. في حاله الغليان ويكون فيها الملح بتاعها، يعني محلول ملحي مش حمضي، ملحي. هنسيبها كده تغلي، هنغطيها. حابين نطلع فاصل يا شباب ولا نكمل؟ انا معاكم. حلو؟ طيب. تعالوا مع بعض نشوف مقادير الريزوتو. على ما الشوربه تبكبك قدامي عشان انزل بالكوسه. معانا لسان عصفور، ومعانا بسله، ومعانا جزر متقطع مكعبات، وجبنه موزاريلا، وكوسه، ومن الخضره بقدونس، وخلي بالك شويه زعتر، مكعبين من الزبده، وملح وفلفل. هنعمل طبق ريزوتو جامد جدا، والله لو عندك لحمه مفرومه اهلا وسهلا. بس احنا عاملين طاجن كوسه باللحمه هنا فمش محتاج لحمه مفرومه، فانا هكتفي بوجود الخضار ويبقى الطبق ده هيلسي صحي فيه قيمه غذائيه عاليه جدا، يكفي ان فيه البسله والجزر مهمين جدا. هنبدا ان احنا نشوف الشوربه بتاعتنا اخبارها ايه؟ هو ده اللي انا عايزه. بصي لي بقى على الحلاوه دي كده. بصي لي على الشوربه بتاعتي. الله. تستحق. يعني ننزل بقى بالكوسه بتاعتنا كده واحده واحده. صدقوني انا من عشاق الكوسه لما بتستوي في المرق بتاع اللحم. وبس ممكن ما اكلش اللحمه، لان الكوسه سبحان الله ليها فايده غير كل انواع الخضار. مخرجنا الجميل زيزو، الكوسه فيها قلب اسفنجي اللي هو القلب الابيض ده كده. ده بيمتص الطعم بتاع الشوربه، غير لما بنحشيها. لما بنحشيها بنشيل القلب بتاعها، انما لما بنسلقها كده بالشكل ده كده، القلب الابيض ده كده، مهم جدا ان انا قلب الكوسه ده بيمتص الشوربه بتاعه اللحم. بالشكل ده كده. حلو الكلام. ننزل بقى كده زي الفل. تعالوا نغطيها مع بعض ونسيبها تغلي يا عم الشيف، وناخد بعضينا ونجري نطلع فاصل صغير، ونرجع بعد الفاصل نشوف الشيف المغازي صادق في كلامه. هل الكوسه دي هتسود منه؟ هل هتزداد خضارا وجمالا ونضاره؟ الكلام ده هنشوفه بعد الفاصل، وانا مش هغطيها عشان دايما الصوره الحلوه على شاشه القناه الاولى تعني مليون كلمه. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. انا النهارده بعمل الشوبنج بتاعي، دايما بحب اشتري الحاجه بنفسي، يعني الاساسيات يعني. فلقيت الكرفس ده عجبني. انصحك بتتسواي، نزلت تتمشي، نزلت مثلا خارجه تتعشى بره، عديت على بتاع الفاكهه، لقيت كرفس بالشكل ده، بالخضار ده، بالنضاره دي،
بالطازة دي يشتريه وانت مغمضة ودخليه مطبخك. طبق شوربة مش هيقول لا، طواجن مش هيقول لا، سي فود مش هيقول لا، فرايد رايز مش هيقول لا. الكرفس ده بالذات بيسموه الكرفس الافرنجي، هو المسمى بتاعه كده، ولكن هو بيتزرع هنا وبيتحصد هنا وكل حاجه، بس معروف عند بتوع الخضار. ده طعمه لا يقاوم، وخاصه العروق بتاعته الجميله. خدي 100 من النصيحه اللي جايه دي بقى، لو بتعملي دايت وعايزه تخسي وبسرعه، تاخدي عروق الكرفس دي مع تفاح اخضر تضربهم في الخلاط. اسمعي مجرب، تفاح اخضر مع عروق الكرفس دي وميه عاديه مش مسلجه، ميه من الحنفيه، واضربهم في قلب الخلاط. مشروب صحي رقم واحد، يساعد على مشاكل الامساك. رقم 2 بينزل الكوليسترول من الجسم. تفاح اخضر وعروق الكرفس الاخضر الجميله الحلوه. حبيت بس اقول المعلومه دي علشان انا مش ببخل على حضراتكم باي حاجه. تعالوا مع بعض نشوف الكوسه. مخرجنا همه اللحم والهبر في قلب الكوسه. لا بص وصلي على الحبيب قلبك يطيب. شوف الكوسه وجمال الكوسه بتتخانق مع اللحمه في قلب الطاجن، في قلب الحله. نبص عليها كده عينيا. بص على الحلاوه. اخضرت ولا ما اخضرتش بالله عليك يا بتوع المدارس؟ بص على الخضار بالله عليك يا زيزو، انا عايزك تعوم وتغرق في قلب الحله دي كده. شفت الخضار؟ وهتنها خضرة كده ان شاء الله ليوم الدين. ربنا يخضر ايامنا ويخضر طريقنا يا رب. شايفه الحلاوه وشايفه الجمال؟ الخضار والجمال. اسودت؟ لا، اتغير لونها للخضار. ليه يا عم الشيف؟ لان حطيتها في الشوربه وهي بتغلي وانا ملحت الشوربه هنا. بس ده اهم حاجه عندي المعلومه دي توصل. هناخد الحله دي طالما هي غلقت نحطها هنا كده ونشتغل على النار دي. حلو الكلام. وتعالوا مع بعض نعمل الريزوتو. حلو. ونخليها تغلي كده على نار هاديه زي الفل. تمام، تواصل عملية السوى. دايماً الخضار أو طاجن الخضار بعد ما يغلي بتحطيه على نار هادية كده أو في الفرن عايزة تسبكيه. شفت اللحمة مستوية إزاي؟ وأنا بعشق اللحمة، الحتة اللحمة الملبسة اللي فيها شوية دهون كده لما تكون مستوية. بس أنا بحب الكوسة دايماً اللي مستوية في المرق بتاع اللحم ده. بيرجع لمدرسة المطبخ السعودي. ايه يا عم الشيف المطبخ السعودي بيقول؟ بيقول الجرسان او المرجوج او الكبسه بالخضار، دايما لما بنسلق الخضار في قلب المرق بتاع اللحم الطعم بتاع اللحم وبتاع الخضار بيبقى لطيف وجميل. تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنعمل الريزوتو بتشكيله من الخضار. انت ممكن تكوني احسن مني، عندك سبانخ مش هتقول لا، عايزه تحطي قلقاس مش هيقول لا. حلو الكلام. عايزه تحطي مشروب مش هيقول لا. بس تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي. طاسه شديده الحراره على النار، بنحط فيها زيت زيتون، ودايما مدرسه المغازي بتقول مكعب من الزبده علشان يساعد على احمرار البصله. حلو. ده اختياري والله، انت عندك وقت والوقت بتاعك ومعكيش مخرج هيقول لك معاكي التايم بتاعك قد ايه. اقعدي جنب البصله قلبيها وعندك طولة بال، ما عنديش اي مشكله. بس البصله هنا ميتها هتنشف وهتفقد جزء كبير من القيمه الغذائيه بتاعتها لغايه لما تديكي لون الاحمرار. شفتي؟ دي بصلايه لطيفه وجميله، هاخدها زي ما هي كده اسقطها على الزبده والزيت. الله، هو ده. وابدا اقلبها. شفت الحلاوة دي كده؟ اهو ده اهو. شوفي بقى انا هعمل ايه دلوقتي حالا. والبصلية بتتحمر. ركزي بقى عشان هنا الموضوع صعب جدا. انت ممكن تعملي الريزوتو ده وتعبانة فيه واشتريتي كل الماتيريال بتاعك او المقادير، وتتفاجئ وانت قاعدة على الاكل وانت بتاكلي في الريزوتو ده الجزر ده بيكسر سنان جوزك ولا حماتك. مش مستوي، ما انت عملت ايه؟ حطيته كله مع بعضه وما جاش على بالك وما خطرش على بالك ان الجزر بياخد وقت كبير في السوى غير البسله وغير الكوسه. فاقوم اعمل ايه يا عم الشيف؟ اخد اول حاجه الجزر ده كده واستفيد بالتايم بتاعه وبالوقت بتاعه وانزل بيه هنا كده واسيبه مع البصلايه يتحمر. يبقى انا كسبت حاجتين وضربت عصفورين بالحجر، بحجر واحد زي ما بيقول يعني. ايه؟ البصلايه بتتحمر والجزر بيستوي وانا واقفه كده. شفت المطبخ
في فنيات، في تركايه كده لازم تتعلميها اهو. طب هل الجزر وجوده هنا يأثر على احمرار البصله؟ ابدا. هل الجزر هنا هيكون سعيد جدا وهو بيتحمر مع البصله؟ طبعا. هيشرب الزبده وياخد اللون وياخد الاحمرار ويستوي اهو، وانا شغاله. حلو الكلام؟ اهو بسيبه كده على النار. ونرجع تاني للكوسه اللي بتناديني. الله، ايه الزلزال ده؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ ايه الجمال ده؟ الله، عايز اغرق فيها دي. انا بس نفسي الكوسه لونها يغير. يوم زيزو يقول لي ايه ده، فين النظريه العلميه بتاعتك يا عم الشيخ؟ ده احنا كاتبينها على باب الفريزر، على باب التلاجه، اضافه الملح للماء المغلي في حاله سلق الخضار السوتيه، اذا كان كوسه ولا بروكلي ولا سبانخ ولا بسله ولا جزر. طب هو الجزر ليه لون؟ طبعا لون البرتقاني بتاعه هيزداد برتقاليا وجماليا. حلو الكلام. هنعمل ايه يا عم الشيف دلوقتي؟ الجزر مع البصلايه اوكي، هنبدا ننزل بلسان العصفور. بجد ما نزلتش بالبسله ليه وبالجزر والكوسه؟ لسه بدري. ادي لسان العصفور بتاعنا، معرفش المساعده بتاعتي جايبه لسان العصفور ده لاقيها تحت الشجره ولا ايه؟ كل ده يا ويلي يا ويلي، كفايه. حلو ده كتير قوي. لسان العصفور ده لما يستوي هيملى الحله دي اهو، ونحمر. بنكسب تحمير لسان العصفور مع البصله والجزر، وده المطبخ اهو. انت لما تعملي اكله زي دي لازم تحط في الاعتبار وانا شغال الترتيب ده. ده مهم جدا يا امي، مهم جدا يا عروسه، مهم جدا يا اللي مبتدئه في المطبخ، عشان ما تتفاجئيش بان الجزر مش مستوي واحنا شغالين مع بعض نبدا ننزل بالبهارات بتاعتنا الجميله الحلوه بتاعه الريزيتو. الريزيتو ده بيرجع تاريخه لمين؟ للمطبخ الطلياني. طلينا بيحبوه، وخاصة الريف الطلياني. الله، بابريكا، كركم، الله. لا، الأكلة دي ما فيهاش لا كمون ولا كزبرة. كمون والكزبرة ده في البامية، في الكوسة، فلفل أسود، ملح. حلو، ونقلبهم مع بعض. الله، ونقلب. لسان العصفور بيتحمر، البصلايه بتتحمر، والجزر بيستوي. شفت ده المطبخ؟ هو ده المطبخ، دي شقاوة المطبخ. والله الأكلة دي لو تعملها لأولادك هتتعيلي بجد. فيها كل حاجة حلوة ممكن تلاقيها، فيها كل العناصر الغذائية اللي ممكن تلاقيها. جوزي بيحب السبايسي مع أكلة حرشة زي دي كده، أعمل له إيه؟ أهو أهو، حلو اهو زي ما انا شغال كده. عجبني قوي ومستمتع جدا وفي غايه السعاده للامانه بصوت الكوسه وهي بتتخانق وبتبكبك مع اللحم الكندوز الحلو. مش عايز امشي من المكان ده، في واحد يجاور السعاده ويسيبها؟ هي دي صانعه السعاده، الكوسه مع اللحمه. تسمحوا لي اطلع فاصل مع صوره حلوه على الشاشه، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، ويا شماتة أبلة زظافية، اوعي يا كوسة لونك يتغير. تغلي، تبكبكي، تغطيها ما تغطيهاش، خضار ونضارة. نرجع لموضوعنا، الريزيتو طلياني. نعم والله، هو ممكن بيسألوني في الكنترول ينفع نعمل الريزيتو برز مصري؟ ينفع، بس مش هيبقى لطيف. مفيش حاجة في المطبخ ما هوش قانون ولا هو دستور. ينفع، بس ايه الفرق بين ان انا اعمل الريزيتو برز مصري او لسان عصفور؟ لسان العصفور تصنيع زيه زي المكرونة، اما الرز المصري ده حصاد، بذور، زرعة، عرفناها دي تمام. المكرونة اللي هي لسان العصفور لما هتستوي مع الخضار هتحافظ على شكلها وشخصيتها في قلب الخضار، فيبان ده ريزوتو. هنحط جبنه موزاريلا ونحط كوسه ونحط بسله ونحط وهكذا.
أما الرز المصري هتلاقي الكربوهيدرات والنشويات والرز فرط منك وقلب على إيه؟ مهلبية، أو بالصدق يعني قلب على إيه؟ أكلة مشهورة جدا في المطبخ السعودي اسمها إيه؟ السليج. هننزل بالبسلة، يا خضارك يا بسلة غنية بالبوتاسيوم، كل ده مع بعض. حلو أوي. ننزل بالكوسة وجمال الكوسة، وعلى فكرة لو عندك قلب الكوسة هيبقى أحلى بكتير. قلب الكوسة ما يترميش، ونقلب. الله، إيه الحلاوة دي يا عم الشيخ؟ إيه الجمال ده؟ وقلب، وخليهم يتعرفوا على بعض، وفرحان جدا وأنا بقلب بصوت الكوسة. وانزل بالتومة، العب. ونقلب. شغال أنا زي الفل. ظبطين البهارات؟ نسويها كده، يلا بينا. اللهم صل على النبي. وننزل بالماء المغلي، سواء من براد الشاي الله أكبر الله أكبر. حلو الكلام؟ احطهم كلهم زي الفل. ليه يا عم الشيف كده؟ لأن أنا عايزه يعجن، ياخد وقته. مفيش عيار هنا، عيار ده كله هيدوم مع بعضه دلوقتي. وننزل بالجبنة الموزاريلا بتاعتنا، وهنشوف الريزوتو دلوقتي بتاعنا اللطيف الجميل. حد يقول لي بقى خضار الكوسة فين؟ اهو البسلة، لأن أنا حاطط ملح. فاكرين وأنا بحمر البسلة مع الجزر؟ سوري، بحمر البصلة مع الجزر. أغطي الحلة دي كده وأسيبها. تعالوا ناخد الكزبرة الخضرة دي نحطها كده على الكوسة. أهو، الله، دي كزبرة خضرة، نحطها كده في قلب الكوسة. إيه الحلاوة دي؟ إيه الجمال ده؟ اللهم صل على النبي. دايما الواحد بيشوف اللحم الضاني مع البامية، فكده قلب على بامية. شفت إيه الحلاوة دي؟ أهي شفت الكوسة وجمالها؟ ما هتغيرش لونها. وادي الكزبرة الخضرة ادت لها طعم. اخدها زي ما هي كده، ست الكل الكوسة دي، واغرفها في الطاجن الحلو ده كده، ونقدمها بألف هنا وشفا. اللهم صل على النبي. والله الفلفل الحار ده اختياري، يعني انا لقيته في طريقي وانا بعمل اللحمة فحطيته. انت مش عايزاه، انت حسب رغبة ولادك واسرتك. بس انا بعرف دايما الرجالة لما يكون في يخنة كوسة ولا يخنة بامية يحبوا فيها الفلفل السبايسي ده كده. ادي طاجن الكوسة، وصدقيني كل الكوسة وسيب اللحمة للضيوف، سيب الهبر للضيوف. كوسة واخدة طعم اللحمة وشربانة من اللحمة، والكوسة غير أي نوع خضار، هي الوحيدة اللي ممكن تاخد الطعم، سواء شوربة فراخ سواء شوربة لحمة، لأن فيها قلب الكوسة بيمتص طعم الشوربة بشياكة. الله، إيه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ إيه الجمال ده؟ إيه الحلاوة دي؟ اللهم صل على النبي. ألف هنا وشفا. ظبطين الطعم؟ نرجع للريزوتو بتاعنا، نبص ايه الاخبار. اللهم صل على النبي. اهو بدا اهوت لسان العصفور يستوي. اهو شفت في الخضار. ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ ايه الجمال ده؟ شفت، كل ما يستوي لسان العصفور كانك بتسلقه مكرونه، كانك بتسلقه مكرونه. هنسيبه على النار، وتعالوا نشوفه مع بعض السموزي بتاعنا هنعمله ازاي. سموزي او الجرين سموزي عبارة عن تفاح اخضر، عبارة عن عسل نحل، عبارة عن زبدة، سوري، نعناع اخضر، وتلج. حلو الكلام؟ ولكن نصيحة مني، بتعملي عصير، بتعملي حلو، لازم تغيري السكينة، تغيري البلانشة، تغيري الجلافز، والمقادير على الشاشة بسيطة وسهلة
لا تتعدى أصابع اليد الخمسة، ولكن هتعملي نوع عصير قيمته الغذائية عالية جدا ومفيد جدا لمشاكل القولون اللي بيعاني من الإمساك، بيعاني من سوء الهضم. العصير ده مفيد جدا. سموه ليه؟ لأن فيه تفاح أخضر وكمان فيه عم الشيف إيه؟ نعناع أخضر. تعالوا نشوف هنعمله مع بعض إزاي. وأنا شاطر بصراحة وبحب العصيرات الفريش. تعالوا نشوفوا مع بعض أخبار الريزيتو. أهو إيه الحلاوة دي؟ إيه الجمال ده؟ أهو شفت الحلة بدأت تتقل أهي. أهو الله. أهو طبعا لما نحط الجبنة الموزاريلا دلوقتي هيديني قوام. شفت الريزيتو بتاعنا؟ أهو حاطين التوابل بتاعتنا والخضار بتاعنا وزي الفل. نغطيها تاني وزي الفل. نجيب سكينة بقى بعيد عن الايه؟ مشاكل التوم والبصل، وناخد التفاح بتاعنا ده كده في قلب الخلاط. أنا من هواة ضرب التفاح الأخضر بالقشرة بتاعته. هتقولولي القشرة الخضراء مش حلوة؟ تمام؟ حلو؟ هتقولولي التفاح الأخضر القشرة بتاعته مش بالعكس، التفاح القشرة بتاعته مفيدة جدا بالألياف بتاعته. التفاح من الحاجات اللي بيعاني من مشاكل الحموضة، مشاكل سوء الهضم، مشاكل ارتجاع المريء. التفاح الأخضر اللطيف الجميل ده صدقوني بجد، المعلومات اللي بقولها دي معلومات طبية علمية وأبحاث علمية أثبتتها. التفاح الأخضر مشاكل الهضم، مشاكل الإمساك، مشاكل ارتجاع المريء بالليل، اتعشيت عشوة تقيلة، اتعشى جوزك عشوة تقيلة قبل ما ينام كده، ياكل تفاحية أو خيار. مفيش لا تفاح ولا خيار، جيبله خس. زبادي لا، الزبادي في حموضة مش هيعالج ارتجاع المريء. هناخد النعناع الاخضر بتاعنا الحلو ده كده اهو، الله، عشان كده هيبقى لونه اخضر العصير. حلو الكلام. نحط العسل بتاعنا ويجعل ايامنا كلها عسل ان شاء الله. والله للامانه انا ممكن احط حاجه دلوقتي ممكن تستغربوها يعني، بس لو حطيتوها بجد هتدعوا لي. عروق الكرفس، جربي تاكلي عرق الكرفس ده هتلاقيه مسكر زي العسل. اهو بس انا مش هحطه عشان ما حدش، ده اختياري يعني. عروق الكرفس الاخضر مع عصير زي ده هتدعي لي. اه ده العسل كده زي الفل. الماء المثلج معانا، اللهم صل على النبي. حلو، نضرب كل ده في الخلاط يا عم الشيف. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله، اسف بصوت الخلاط، في حاجات كده انا بشغلها ببقى زعلان، ما بحبش اذك حضراتكم اذا كان صوت الخلاط ولا الكبه. قال لك يا صبابين العصير زيدوا حالاته، اللهم صل على النبي. ده اللي اسمه زجرين اهو. الخضار ده مش عارفينه خضار النعناع ولا خضار التفاح. الله، الف هنا وشفا للي يشرب مع الاكل. يفضل تعليم ولادنا واولادنا ان هم الله يستخدموا او يستبدل المياه الغازيه او المشروبات الغازيه على الاكل
بالمشروبات الطازة أو بالعصائر الطازة زي اللي أنا عملته دلوقتي. نيجي للريزوتو بتاعنا، نبص كده على الحلاوة دي، نبص على الجمال. الله، إيه الحلاوة دي يا عم الشيخ؟ إيه الجمال ده؟ معانا من البقدونس مفروم. الله، شفت الأكلة دي؟ هتعجبك أوي. معانا وقت قد إيه يا شباب؟ يا حلوين، زي الفل تمام. الريزوتو استوى، الخضار معانا جاهز زي الفل. التركاية الأخيرة للريزوتو اتعلمناها من الطلاينة، بس احنا المصريين بنعملها. بس أقولك على الأمانة بجد، يعني انت ممكن تحط موزاريلا وجبنة رومي، شفت بقى؟ تاخد الطعم المصري على طول. مع الموزاريلا دي يا سلام، لو حطيتي شوية جبنة رومي. نقلب كده، شفت بقى الشقاوة؟ جبنة بتسيح تديك قوام. دي أكلة الريزوتو بتاعنا الجميلة الحلوة. في بعض المطاعم تحط بيض، يعني تضرب 3-4 بيضات في قلب الخلطة دي كده، ويقول لك أنا يعني بدل ما أحط لحمة مفرومة حطيت بيض، وده اختياري برضه. حلو الكلام؟ ازاي يعني يا عم الشيف؟ شفت الخلطة دي كده؟ أنا لو بعمله في البيت هعمل كده، بس أمانة يعني، عشان إحنا لو جبنا البيض قدام الأولاد وقلنا لهم تعالوا كلوا، مش هياكلوا بيض. إنما لما نعمل الحركة دي كده وإحنا مع بعض، بص يا زيزو الحركة دي الجميلة، وهي بتغلي كده على النار. الله، الله، نفس القصة. حلو، ونقلب. شفت بقى التركية دي؟ نقلب، هو ده الشغل. الله، شفت الريزوتو؟ بقى هنا بالايه؟ بالبروتين الحيواني اللي هو البيض. ألف هنا وشفا لأولادنا لما ياكلوا. أكلة دي جميلة، طبعا مش هنغرفه غير لما نلاقي خيوط البيض العنكبوتية، إذا كان الصفار مع البياض، تبان كده علامة في قلب الريزوتو بتاعي. نجيب طبق التقديم، ألف هنا وشفا للي ياكل. دي عايزة طبق كبير عشان العيلة والحبايب والقرايب ياكلوا. بتدوري على عناصر غذائية؟ موجودة. بتدوري على قيمة غذائية عالية؟ موجودة. بألف هنا وشفا. بنصح طبعا الامهات الحامل والسيدات، ربنا يديهم الصحه وطوله العمر، امهاتنا وعروستنا ياكلوا من الطبق ده، كبار السن ياكلوا من الطبق ده، في كل العناصر الغذائيه. البيض استوى؟ طبعا استوى، مجرد ما تحطيه في ماء مغلي زي الفل. تعالوا نغرف الاكل بتاعنا ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم، تيله. اوبا، الف هنا وشفا. بسم الله الرحمن الرحيم. أكلة جميلة. كل العناصر الغذائية موجودة فيها، اللي بتناسب كل أفراد العائلة صغيرا وكبيرا. حلقتنا النهاردة بساطة، سهولة، مرونة، قدرنا إن احنا نرضي كل أفراد العائلة. اللي بيحب المسبكات، عملنا طاجن الكوسة باللحمة، عملنا ريزوتو فيه كل العناصر الغذائية، كبار السن، الأطفال. اللي بيعترضوا على وجود بيض، هم ياكلوا البيض بطريقه غير مباشره، في عصير يساعد على الهضم ومشاكل الهضم ومشاكل الكولون، عصير السموزي، تفاح اخضر، نعناع اخضر مع عسل مع ماء مثلج. رؤيه فن ابداع، بتشوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.